اهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس علم المنطق. النهارده ان شاء الله نتكلم عن التعميمات الاستقرائية. التعميمات الاستقرائية ده الجزء المكمل لما يعرف بالحجة الاستنباطية. فالحجة الاستنباطية تتكون من درسين دول: التعميمات الاستقرائية والحجة الاستنباطية. إن شاء الله في درس النهاردة بنتكلم عن التعميم الاستقرائي. فبيقول التعميم الاستقرائي هو أي نتيجة تأخذ صورة التعميم من خلال معرفتنا ببعض حالات ظاهرة نحاول الحكم على كل أفراد الظاهرة. فمثلا معرفتنا ببعض العلماء أنهم يتميزون وظيفة التعميمات الاستقرائية. بيقول أنه التعميمات الاستقرائية: واحد، بنجنبنا الوقوع في أخطاء الماضي، يعني ما غلطش تاني في الخطأ اللي سقطت فيه، خلينا نقدر نحكم بصورة أفضل في سلوكياتنا. مثلا إن أتناول طعام معين لأنه الطعام ده قبل كده لما أكلته سبب لي تعب، حاجة اسمها أنواع التعميمات. أنواع التعميمات الاستقرائية طبعا. عندي تعميمات اسمها تعميمات كلية، وعندي تعميمات اسمها تعميمات إحصائية، تعميم كلي وتعميم إحصائي. بيقول إنه التعميم الكلي هو اللي فيه بنحاول نحكم على كل أفراد ظاهرة من خلال بعض الجزيئات اللي عشان نقدر نصل لنتيجة. فلما اقول مثلا كل البشر فانون، هل التعميم هنا على يدي معنى ان الكلام ده ينطبق على كل الناس ولا بعض منهم؟ طبعا كل الناس. لما اقول كل المدخنين يصابون بالسرطان، او اقول لكل مجتهد الإحصاء. فبيقول إذا كنا في التعميمات العامة أو التعميمات الكلية بنكرر الصدق بالنسبة لكل أعضاء فئة معينة، فإننا في التعميمات الإحصائية بنكرر الصدق بنسبة مئوية محددة. هذه النسبة المئوية المحددة بيبقى متحدد لها رقم كده، مش هيبقى صعب عليك أبدا إنك تميزه، بيبقى محدد لها رقم معين كده اللي احنا بنسميها النسبة المئوية. فبيقول ان هي تقرر الصدق بنسبة مئوية محددة، والتعميمات الاحصائية دي مش بتشير الى عضو من اعضاء الفئة على حدة، مش لكل واحد وحده، لكن هي ايه، هو الامر في زي خمسة وسبعين في المية من الناخبين بيؤيدون حق المرأة في خلع زوجها. نسبة مئوية، 75% دي مش كل الناس. 30% من التفاح في هذه الثلة فاسد، مش كل التفاح فاسد لكن 30% منه بس، يعني نسبة صغيرة منه. 35% يقول
لك ويمكننا توضيح كيفية الوصول إلى هذا النوع من التعميمات بالمثال الآتي. بيقول هي حاولت فحص 10 صناديق تحتوي على كمية من التفاح، ولاحظت أن 3 صناديق منها تحتوي على نسبة 70% من التفاح الأحمر سليم والباقي فاسد. سوف تنتهي إلى نتيجة تقول أن 70% من التفاح في كل الصناديق سليم. هنا نشير إلى أن المعلومات المتضمنة في النتيجة دائما تتجاوز تلك المتضمنة في هذه الحالات، وطبعا ده كلام يخص التعميمات الإحصائية. درس صغير، درس بسيط، مش هيبقى فيه مشكلة أبدا إن أنت تعرف تميزه. لما يكون عندك قضية معينة اللي لقيت الكلام بيشير إلى كل أفراد الظاهرة، يبقى على طول أنت بتعرف إن أنت قدام حاجة اسمها التعميم الكلي. إذا لقيت إن أنت قدام نسبة مئوية أي رقم كان في المية، على طول تفهم إن أنت قدام تعميم إحصائي، وأنا واثق إنه هيكون سؤال سهل جدا علينا في الامتحان. مش هيبقى عندنا مشكلة أبدا في إن احنا نجاوب إن شاء الله في الامتحان. كده تبقى لينا درس وحيد، الدرس الوحيد ده اسمه المغالطات السورية وغير السورية. إن شاء الله إلى أن نلتقي ليكم مني أرق التحية. عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة، إنه احنا مطالبين في الامتحان الحد الجزء ده اللي اسمه التعميمات